ولفقرتنا رح نروح لفقرتنا الطبية والخاصة بالعين، ورح نحكي عن مرض وهو المي السوداء، وكثير ما بنسمع أو يقال بأنه هو تلف بأنسجة العصب البصري، مما يؤدي لفقدان أجزاء من الرؤية. فما هي أسباب هذا التلف، وما هي الأعراض والطرق العلاجية؟ رح نطلع أكثر عن المي السوداء في العين مع الدكتور باسل فاعوري، اختصاص أمراض العين وجراحتها. صباح الخير دكتور، يا كل صباح سنة النور، وأنت سالم. وانتم سالمين وجميع مشاهدينا، يا ربي الف خير. يا رب صباح الخير عن جديد. بالبداية خلينا نعرف الناس شو يعني المي السوداء، يعني شو هي، فينا نعرف أكثر؟ يمكن أعطينا هيك تعريف بسيط بالبداية. المي السوداء هي الاسم العامي اللي بيطلقوه الناس على مرض الجلوكوما يلي بيصيب العين. مرض الجلوكوما حقيقة هو مرض العصب البصري، بينجم عنه أذية مترقية بألياف العصب البصري، بتؤدي لحدوث أذية بالساحة البصرية، تبدأ بالمحيط ثم تتجه باتجاه المركز. للأسف هذه الأذية تكون غير عكوسة، بمعنى ما يفقد من الساحة البصرية يفقد بشكل نهائي. بيبقى دورنا بالعلاج هو المحافظة على الجزء المتبقي من الساحة البصرية. هذا المرض بيختلف عن الماء الأبيض أو الكتاركت يلي بيصيب المرضى، احنا بصير في لبس بين المرضين. الكتاركت أو الماء الأبيض هو مرض بصيب بلورة العين، بتتحول من الشكل الشفاف لشكل غير شفاف، وبالتالي بتأثر على الرؤية. لكن بمرض الكتاركت المرض عكوس، يعني بمجرد ما نحن بنعمل عمل جراحي بنسحب الماء الأبيض أو الكتركت من العين، بنزرع عدسة اصطناعية داخل العين بيستعيد المريض رؤيته، عكس الجلوكوما أو الماء الأسود يلي نتيجة أذية العصب البصري بتصير هدفنا بالمعالجة مثل ما حكينا الحفاظ على الجزء المتبقي من الساحة البصرية. تمام دكتور، خلينا نتعرف مع بعض شو هي الأعراض يلي بحس فيها المريض، وشو بتختلف أعراض المي السوداء عن الزرقاء أو البيضاء؟ الحقيقة بتختلف الأعراض حسب نوع الجلوكوما. الجلوكوما تحت تصنيف هذا المرض بينطوي أكثر من نوع. النوع الأشع والأكثر تواردا هو بنسميه الزرق المفتوح الزاوية البدئي، أغلب الحالات بتكون من هذا النوع. هذا المرض صامت، يعني المريض عادة ما عنده أعراض، فلذلك يطلق عليه لقب أو صفة لص البصر الصامت، بيأذي الرؤية والمريض محاسس على حاله عادة. ارتفاع الضغط بيكون فيه تدريجي، ما بيعطي أعراض واضحة. المريض بالمراحل الأولى والمتوسطة ما بيحس إنه في عنده أذية، لا توصل الأذية لمرحلة متقدمة بتأثر على الرؤية المركزية، ساعتها بينتبه المريض إنه في عنده مشكلة بالرؤية. الحقيقة هذا النوع من المشكلة هي غباشة ولا قصر ولا؟ لا، هي تحدد بالساحة البصرية، يعني المريض بحس إنه من الأطراف أو من الجوانب ما عاد عم بيشوف، هو عم بيشوف بالمركز لكن من الجنب اليمين أو الجنب اليسار بدأت الساحة البصرية تضيق عنده أكثر وأكثر. بينما في نوع ثاني للجلوكوما او المي السوداء بنسميها الزرق مغلق الزاويه، هذا بيجي باعراض حاده، يعني بيجي بالم شديد بالعين مع تدهور مفاجئ بالقدره البصريه وحتى صداع واعراض واضحه وصارخه. هذا اقل تواردا حقيقه، لكن ايضا بكون يعني تحت هذا النمط من الامراض. في نوع ثالث بصيب الاطفال، بنسميه الخلقي، الزرق الخلقي او الجلوكوما الخلقيه. هي اعراضها كمان بتكون واضحه عند الطفل لانه بتؤدي لكبر بحجم العين. طبعا له درجات متفاوته، لكن اعراضه الاساسيه هي كبر بحجم العين، الطفل بصيبه دماع، بصيبه رهاب من الضوء، ما بيقدر يفتح عينه بالضوء، بتشنجوا الاشفان عنده، بيلاحظوا الاهل انه الطفل في شيء مو طبيعي بعيونه، بيراجعوا الطبيب وبنكتشف عنده ايضا الجلوكوما. هذا نادر اكثر المرض حقيقه عند الاطفال، لكن من ضمن التصانيف الموجوده لمرض الجلوكوما. دكتور قلت هيدا مرض صامت، بس اذا بدنا نحكي هو تلف لانسجه العصب البصري، شو اللي بيؤدي لبداية تلف هي الأنسجة؟ يعني شو هي المسببات إذا فينا نقول؟ الحقيقة في عدة عوامل، عشان العالم يمكن تاخذ احتياطاتها، يعني بعض الأمور يمكن هي اللي بتؤدي لهذا الشيء. الجلوكوما بشكل رئيسي، يعني في عدة نظريات لتفسير هذا المرض. أوضح عامل مؤثر
على العصب البصري هو ارتفاع ضغط العين حقيقة عن الحد الطبيعي اللي بتتحمله أنسجة العين. العين إلى ضغط كونها جوف مملوء بسائل، إلى ضغط يتراوح عادة ما بين 10 لحد 18 أو 20 مليمتر زئبقي، هذا هو الحد الطبيعي. هذا الحد من الضغط العين بيكون سليم بالنسبة للعصب البصري، بيكون الإنسان متعايش معه طول عمره. لوقت من الأوقات إذا ارتفع الضغط عن هذا الحد بتبلش ألياف العصب البصري تتلف بآلية ميكانيكية بتأثر على تروية العصب البصري، أو بتسبب لانضغاط بمحاور ألياف العصب البصري من منطقة خروج العصب البصري من كرة العين اللي بنسميها نحن الصفيحة المصفوية. بهي المنطقة تماما بصير في عنا انضغاط بألياف العصب البصري بسبب هذا الضغط المرتفع. هاي الألياف لما بتنضغط بتنقطع التروية أو التغذية عن هاي الألياف، بتتموت تدريجيا. فهذا هو السبب الرئيسي الواضح عنا بتفسير حدوث الزرق أو ارتفاع ضغط العين. في نظريات تانية تتعلق بتروية العصب البصري، انه بعض الحالات لوحظ انه بصير هذا المرض رغم انه ضغط العين طبيعي، فسموه الزرق سوي التوتر او الجلوكوما طبيعية التوتر، او يعني المترافقة بضغط عين طبيعي. هون الآلية الوعائية او تلف تروية العصب رأس العصب البصري بهي الحالة بيكون هو المسؤول اكثر عن حدوث هذا المرض. دكتور، خلينا ننتقل الى العلاجات. يعني من وقت ما عم نكتشف انه في مي سوداء بالعين، شو هي الاجراءات يلي بنتخذها؟ طبعا الدكتور بيتخذ الاجراءات، شو هي والمريض كيف لازم يلتزم فيها بشكل صحيح، وممكن تؤدي الحاله لعمل جراحي؟ الحاله بس نشك بوجود ارتفاع بضغط العين او مرض الجلوكوما، مجموعة إجراءات لازم نعملها للمريض ضرورية وأساسية. في دراسة لضغط العين لنقيم الضغط اللي إجا المريض لعنا فيه، قد ايه رقم اللي عم يظهر عنا، هذا مسميه الضغط البدئي اللي راجعنا فيه المريض. لازم نعمل فحوص لتحديد درجة أذية العصب البصري. هاي الفحوص واحد منها بنسميه OCT العصب البصري يلي بيقيسلنا سماكة ألياف العصب البصري. الفحص الثاني هو الساحة البصرية لنشوف إذا في أذية بالساحة البصرية ولا لا. لازم نعمل شيء اسمه الباكيمتري أو قياس سماكة مركز القرنية حتى نقدر نقدر قيم ضغط العين بالنسبة لهذا المريض. هاي اسمها الدراسة الأولية اللي لازم نعملها للمريض. بعدين نتجه للمعالجة مثل ما حكينا. طالما نحن عنا متغير واحد متهم بشكل رئيسي بحدوث هذا المرض هو ارتفاع ضغط العين، فالمعالجات إلى الآن متوجهة باتجاه تخفيض ضغط العين للقيم الطبيعية. الوسائل متعددة لعلاج هذا المرض. أبسط هاي العلاجات هي العلاجات الدوائية، يعني الأطرات الخافضة لضغط العين. من فترة 10 أو 20 سنة كانت يعني أقل تواردان هاي الأطرات، لكن حاليا صار في عنا طيف واسع من الأطرات الخافضة لضغط العين، كل منها يعمل بآلية مختلفة عن الأخرى، كلها مع بعضها بتساعدنا على الوصول للضغط الهدف التارجت بريشر بالنسبة لنا، اللي بيخلينا نحافظ على العصب البصري سليم. نبدأ عادة باستخدام هاي الأطرات. طبعا بين كل مريض ومريض بتختلف الأطرات اللي بنوصفها، لأنه كل نوع من الأطرات بيأثر بآلية معينة، وفي مضادات استطباب نحن حسب الحالة الصحية للمريض اللي بناخدها بعين الاعتبار بنختار له الأطرة المناسبة له. طبعا بدنا ناخذ بعين الاعتبار قابلية المريض لاستخدام الأطرات، يعني عادة هذا المرض بيجي عند المرضى المتقدمين بالعمر شوي، فهدول المرضى بدنا نشوف هن قادرين يستخدموا هاي الأطرات بانتظام، قادرين يأمنوا هاي الأطرات بشكل دائم، لأنه المريض بياخدها مو يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، حتكون أدوية ملازمة له مثل أدوية الضغط مثل أدوية السكري، مرض مزمن على طول. هذا الموضوع بدنا ناخده بعين الاعتبار. أي إهمال باستخدام هاي الأطرات ولو لفترات متقطعة بيؤدي لأذية أيضا بالعصب البصري. فالأطرات هي الخط العلاج الأول، لكن ناخد بعين الاعتبار قابلية المرضى أو استطاعة المرضى تأمين الأطرات واستخدامها بالوقت المناسب. في علاجات تانية هي العلاجات الليزرية المتوفرة حديثا يلي بتساعدنا بتخفيض ضغط العين. طبعا هذا بيعتمد حسب نوع الجلوكوما، يعني بين الزرق مفتوح الزاوية في إجراءات ليزرية معينة منطبقها على الجويئز أو زاوية العين
مثل الـ SLT أو الـ ALT أو الـ MLT، وفي عنا الإجراءات اللي بنجريها لحالات الزرق مغلق الزاوية، هي بنسميها خزع القزحية المحيطي بالياج ليزر لحتى نعمل مثل البايباس أو النافذة ما بين البيت الخلفي والبيت الأمامي للعين حتى نحدث توازن بالضوء. هاي الإجراءات الليزرية ممكن نعملها وهي بسيطة ومانا جراحية وآمنة عادة، بتساعد على أنه نضبط ضغط العين عند المرضى. هلأ إذا وصلنا لمرحلة أنه لا الإجراءات الليزرية ولا العلاج بالأطراف عم يخلينا نوصل للضغط الهدف، ساعتها الجراحة بتكون حل بالنسبة لنا لهدول المرضى. وبعض الحالات تكون الجراحة هي الخط الأول بالمعالجة، مثل ذكرنا مثلا الزرق الخلقي عند الأطفال حديثي الولادة. عادة العلاج الدوائي ما له مكان عند هدول الأطفال إلا لفترة مؤقتة لبين ما نقدر نعمل العمل الجراحي. الجراحة بتكون هي الخط العلاجي الأول عند هؤلاء المرضى. بعض الحالات حتى عند المرضى البالغين الكبار بتكون الجراحة هي خيار أفضل لألون، لأنه بتعطينا ثباتية أكثر بالضغط وتخفيض أعلى، يعني بتنزل لنا الضغط لأرقام منخفضة أكثر، وهن حالتهم أساسا ما بتسمح أنه نكون إلا بأرقام منخفضة جدا من ضغط العين. طيب دكتور، يعني يمكن حكينا أنه قديش فينا فعلا نعالج العوامل اللي بتأثر على تلف أنسجة العصب البصري، بس لما نقول أذية والحفاظ على ما تبقى من العصب البصري، هي الأذية ما فينا نعالجها لما يكون هو مثلا مرض صامت ووصل لعندك لحالة مثل ما قلت متقدمة، نحن بنحافظ على ما تبقى من العصب البصري؟ نعم. نقول تم تلف الأعصاب ما فينا بقى نستفاد؟ الأنسجة العصبية هي أنسجة نبيلة، نقصد فيها أنسجة نبيلة أي لا تتجدد، الخلية التي تموت لا تتجدد، لا تنقسم. يعني إحنا لما بصير في عنا مثلا كسر بالعظم بصير في عنا ترمم بالعظم وبيجبر الجلد، لما بصير في عنا جرح فيه أيضا بترجع الخلايا بتترمم وبيسكر الجلد. الكبد إذا فقد منه جزء الخلايا بترجع بتعاوض وبتنمو، لكن العصب البصري كنسيج لا يتجدد مثل كل الأنسجة العصبية، فحدوث تلف فيها إلى الآن هو غير قابل للعلاج بالوسائل العلمية المتاحة حاليا. طبعا العلم دائما بيقدم لنا أشياء، وبالمستقبل ممكن يكون في عنا علاج لهالجزء التالف من الألياف العصب البصري. حاليا نحن آمالنا معقودة حقيقة على الدراسات اللي بتتم على الأبحاث بالخلايا الجذعية، أنه ممكن بتقنيات معينة عن طريق الخلايا الجذعية أنه نساعد الخلايا الألياف العصب البصري التالفة على التجدد، لكن إلى الآن هذا غير موجود بالتطبيق العلاجي للمرضى. إن شاء الله بالمستقبل بصير هذا الشيء متاح لحتى نعوض فعلا هذا الجزء التالف، ويصير هدفنا بالمعالجة مو الحفاظ بس على النظر إنما تعويض الجزء التالف من النظر. دكتور، طب سؤال، المي السوداء هل هي بتصيب العينتين ولا بس عين واحدة؟ ولا عادة هي ثنائية الجانب، لكن تأتي الإصابة بشكل غير متناظر. يعني عادة بتصيب عين أكثر من عين، أو بتبلش بعين ثم تتبعها العين الأخرى. فلذلك لما بيجينا المريض عادة بيجينا بإصابة متقدمة بإحدى العينتين، وبتكون العين الثانية يا إما بالبداية الإصابة أو لسه ما انصابت، وهون بتكون فرصة لنا لنحافظ على العين الثانية ومنع تدهور الرؤية فيها والوصول إلى ما وصلت إليه الأمور بالعين الأولى. هو عادة مثل ما قلنا إصابة ثنائية الجانب لكن غير متناظرة، يعني عين بتصيب أكثر من عين. تمام. طيب دكتور، حكيت كمان يمكن عن الحالة الثانية اللي هي ممكن تكون عيب خلقي للأطفال، الجراحة هي الحل الوحيد، بس بيكون في تلف هي أساسا منذ الولادة بالعصب البصري أو أنسجة العصب البصري. نعم، أيضا بالزرق الولادي بيكون في عنا أذية بالعصب البصري، وتختلف درجاتها بعتقد. أكيد. لأنه تختلف أنه يعني الطفل لما بيولد احيانا بيولد وعنده هاي الاصابه، فمعناته الاصابه عنده من الحياه الرحميه. وفي احيانا بيظهر بعد الولاده خلال السنتين الاولتين من العمر، فهون كمان تختلف الانذار وبيختلف الوضع من طفل لطفل. الطفل بيخلق وعنده زرق ولادي
احيانا بتكون الاصابه خفيفه، مجرد تغيم بقرنيه العين وكبر بسيط بحجم قرنيه العين، واحيانا بتكون اصابه متقدمه يعني واصل عنا لكبر شديد بحجم العين بنسميه البوفثالموس او صار مثل عين البقر، او صار في عنا كثافه بقرنيه العين ما عادت لونها شفاف صارت بلون ابيض كامل. فهون درجات الاصابه بتختلف حسب مده الاصابه، يعني من ايمتى الطفل انصاب بهذا المرض اثناء الحياه الرحميه. هون ايضا الانذار بيتعلق حسب الحاله وحسب الاصابات الاخرى المرافقه لارتفاع ضغط العين. بكل الحالات الاجراء الاولي هو ايقاف المرض عند حده من خلال عمل جراحي رجعنا ضغط العين للطبيعي، بعدين اذا في مرافقات اخرى بدها علاج بنعالجها، يعني اذا القرنيه فيها كثافه بيحتاج زرع قرنيه بالمستقبل، اذا في عنده مي بيضاء او كترك ممكن نعمله المي البيضاء او الكترك، لكن بتكون هي اجراءات لاحقه. الاجراء الاساسي لهؤلاء الاطفال هو تنزيل ضغط العين، لانه هي نحن في سباق مع الزمن بنكون لازم ما نخلي الموضوع يتاخر، لانه كل ما تاخر بصير في عنا اذيه اكثر. تمام دكتور، الاهمال يعني بالعلاج او الاهمال بوضع القطرات او الخربطه بالقطرات قديش يمكن هذا الشيء سيء وكمان بزيد الحاله، بزيد المي السوداء بالعين اكثر؟ هذا الموضوع كثير مهم وجزء أساسي من المعالجة هو تثقيف المريض وتوعيته بمرضه. فالمريض اللي بيتشخص عنده مرض الجلوكوما أو المي السوداء بيكون من واجب الطبيب أنه يقعد معه جلسة خاصة يشرح له فيها هذا المرض وشو هي تأثيراته على العين، خاصة مثل ما قلنا أنه هو مرض صامت، المريض ما دائما حيحس بالأعراض، فالمريض لازم يكون عنده وعي لهذا المرض وكيف يتابع المرض عند الطبيب وكيف يستخدم الأطراف. دكتور كيف في أي حدا يفحص حاله أنه إذا هو كيف يتطلع مثلا أو هلا بالحالة العادية يعني هو قاعد كيف فيه هيك يتنور انه هو عنده هذا المرض؟ الاعراض تكون طفيفة جدا، يعني حاذكر بعض الاعراض اللي ممكن المريض ما ينتبه لها لكن بنخليها بعين الاعتبار. اول شيء المريض بصير يتاثر من الضوء، الاضوية بالليل بيحس في ازعاج، بشوف هالات هيلوز حوالين الاضوية مثل قوس قزح، اذا طلع على القمر بشوف حواليه، هي بتدل على انه في عنا ارتفاع بضغط العين. هو مفتح عيونه ولا هو لا هو مفتح عيونه اكيد، لانه في كثير اشخاص بس تغمض عيونه بتشوف هالات سوداء. هذا الشيء لازم هو فاتح عيونه، لما بيطلع على الاضويه بحس في ازعاج، الضوء في هالات حواليه، اضواء مثل قوس القزح حواليه، خليه ينتبه لهي النقطه كثير مهمه. الشيء الثاني هو فقدان جزء من الساحه البصريه، يعني المريض بيقول لك انا بتطلع لقدام شايف تمام لكن من على الجوانب انا ما عم بقدر اشوف مزبوط، يعني بيقولوا اهله يا دكتور صار يمشي يطرق بالابواب وهو ماشي، او اذا عم بيسوق بالسياره ما ينتبه اذا في حدا قطع من على جنبه اليمين، هون في خطوره حتى على عليه وعلى الاشخاص المحيطين فيه، بنمنعوا هدول المرضى بالمراحل المتقدمه انهم يسوقوا سياره. ايضا في عوامل خطوره خلينا ناخذها بعين الاعتبار، يعني هذا المرض ما بصيب كل الناس لكن في مرضى مؤهبين اكثر من غيرهم، المرضى اللي عندهم عوامل خطوره هدول لازم ينتبهوا على حالهم اكثر بالفحص الدوري. المرضى اللي عوامل الخطورة بالنسبة لهم بنذكرها هن الأشخاص اللي عندهم قصة عائلية للجلوكوما، يعني إذا شخص بيعرف إنه والده والدته حدا من إخواته أو أقارب الدرجة الأولى عنده إصابة بهذا المرض لازم دائما يعمل فحص دوري ويقيس ضغط عينه. المرضى اللي عندهم نقص بالنظر أو مد بالبصر، اثنيناتهم سواء الحسر أو المد، الحسر عادة بيترافق مع الزرق مفتوح الزاوية الصامت، المرض الصامت، مد البصر عادة بترافق مع الزرق مغلق الزاوية يعني بترافق بأعراض حادة، قد يكون متقطع بالبداية بعدين بيدخل بالمرحلة الحادة. هدول الاثنين كمان لازم يتابعوا ويفحصوا ضغطهم باستمرار. المرضى اللي عندهم عمليات سابقا على العين، يعني مجرى لهم عمليات سابقا على العين، ايضا بيحملوا خطورة. المرضى الافارقة ايضا عندهم احتمال للإصابة اكثر من غيرهم بهذا المرض. المرضى يلي عندهم بعض القصص المرضية الدوائية، يعني يلي بيستخدموا مثلا أطرات الكورتيزون لأي سبب كان، عندهم مثلا رمد ربيعي أو حساسية، معرضين تمام معرضين لأنه يرتفع ضغط العين أكثر من غيرهم. المرضى اللي بيتناولوا بعض الأدوية الجهازية أيضا ممكن يكونوا معرضين لارتفاع ضغط العين أكثر من غيرهم. المرضى اللي تعرضوا لردود مباشرة على العين أيضا هؤلاء معرضين للإصابة بارتفاع ضغط العين أكثر من غيرهم. هدول المرضى هن تحت
مسمى مرضى عالي الخطورة دائما لازم يكونوا عم يعملوا فحص دوري ويفحصوا ضغط عينهم. مرضى السكري كمان لازم نذكرهم وننبه عليهم كتير، لأنه بترافق هذا المرض بارتفاع نسبة حدوثه مع المرضى السكري أكثر من غيرهم. طيب دكتور، كمان قلت لنا أنه ممكن يكون هذا المرض مش فقط خلقي، أول سنتين ممكن الأهل ينتبهوا على الولد ممكن يكون معه هذا المرض، كيف ممكن يكون هي الأعراض؟ لأنه في كثير من الناس للمشكلة أو كثير من الأهل ما بتنتبه أو ما بتعترف أنه يمكن في مشكلة، بيقول لك أنه مثلاً عينه مايلة أو ما عم يشوف منيح، لا لأنه صغير، يعني مشان نقدر يمكن مع بداية المرض يعرفوا الأسباب الأساسية. الحقيقة كثير ملاحظة مهمة وكثير ضرورية، لانه مثل ما ذكرت احيانا بتكون الاعراض مانا واضحه والاهل بتطلعوا على ابنهم انه عينه كبيره بيعتبروه انه هذا شيء جمالي، او الولد ما شاء الله عيونه كبار وحلوين، انما بيكون الولد حقيقه مريض وفي عنده مشكله بالعين. بنلاحظ على الولد بعض الاعراض المو طبيعيه، اهمها انه العين عم تدمع كثير، دمع العين. دمع العين، هلا معلش يراجعوا طبيب، بجوز هن يفكروا بالبدايه انه عنده انسداد بمجرى الدمع او انه عنده تشوه بمجرى الدمع والعين عم تدمع، وهذا العرض شائع عند الاطفال. صحيح. لكن طبيب العيون بيقدر يميز انه هذا الموضوع هو ناجم عن انسداد بالقناه الدمعيه او عن ارتفاع ضغط العين. فخلينا ننتبه لهذا العرض. اذا الطفل ما عم بيقدر يفتح عيونه بالضوء، عم بيسكر عيونه من الضوء ما عم بيقدر يفتح عيونه بالضوء، كمان هذا عرض بأي مهم. عمر؟ بالأعمار الأولى، يعني بالأشهر الأولى، بالسنوات الأولى من العمر، إذا شفنا الطفل عنده هاي الظاهرة ضروري كمان نراجع طبيب العيون. إذا لاحظنا في اختلاف ما بين العينتين بالحجم، يعني عنده عين أكبر من عين أو بلشت عين يزيد حجمها عن العين الثانية، ضروري جدا أيضا نراجع الطبيب بهاي الحالة. إذا لاحظنا أنه بريق العين عم يختلف، يعني صار لون العين، قرنية العين ما عم تعطي هالبريق أو اللمعان الطبيعي اللي نحن منشوفه، صار عم تعطي لون كامد باتجاه اللون الرمادي أو اللون الأزرق، هون أيضا خلينا ننتبه للموضوع ونراجع طبيب وما نهمل هذا العرض. تشنج الأجفان أيضا عرض مهم بهاي المرحلة عند الأطفال، ممكن يكون بدل على أنه في عنا إصابة عند الطفل. عادة كمان طبيب الأطفال يلي بيراجعوا الأهل عنده لمشاكل أخرى، لقاحات أو لأمراض صدرية أو أمراض هضمية بتصيب الطفل، طبيب الأطفال عادة بينتبه على العيون وبيحول الطفل لطبيبه. صحيح. مختص بأمراض العيون لحتى يتابعه لو لاحظ عنده أي مشكلة متعلقة بالعيون. نعم. دكتور، يعني اليوم حاولنا نضوي على مرض هو كتير خطير وكتير لازم الناس يتنوروا فيه ويلحقوه بمراحله الأولى لحتى يتم الشفاء على أكمل وجه. نتشكرك كتير، ميرسي كتير على المعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكرا لكم، إن شاء الله نكون قدمنا شيء مفيد لأخوتنا المشاهدين. شكرا لك الدكتور باسل فاعور على وجودك معنا، أتمنى يا رب هيك شفاء لكل المرضى والله يبعد المرض عن كل الناس. شكرا كتير لك. إن شاء الله يا رب.